القوة القائمة للهلال على مقاطع غير دائم في المجلس الأمن أو فيما يتعلق بالتصل لقرار الإدارة الأمريكية المرفوض باعتبار العاصمة للقوة القائمة في مقاطع السفارة الأمريكية. البرلمان العربي عنده خطة تحرك كاملة بالتعاون من جامعة الدول العربية ومع السلطة الوطنية الإسلامية ومع البرلمانات العربية، وكان هناك جلسة خارج البرلمان العربي أعلننا أن هذه الخطة خطة كاملة فيها عدد من العناصر، من ضمنها اليوم أنا استقبلت السفير دولة روسيا الاتحادية، وهناك وفود من البرلمان العربي سوف تذهب لعدد من الدول الساعدة المؤثرة على الساحة الدولية، روسيا، الصين، ألمانيا، بريطانيا، البرلمان الأوروبي، نحن هنا خطة كاملة آمل منكم تطلعوا عليها في هذا المجال.